الحمد لله. طبعا الحمد لله بطوله مهمه جدا برضو، غايبه عننا بقى لها بتاع 4 سنين من 2017، 3 سنين يعني خلي بالك، ودي ثالث مره يعني تحقق ثلاثيه في تاريخ كله، وده كان مهم جدا الحمد لله 4 مليون. طبعا في الاول والاخر برضو كل مباريات الكره دروس، النهارده برضو درس جديد في عالم كره القدم الحمد لله على كل شيء، لكن في نفس الوقت برضو هنتعلم منه. انا هنا موسم حلو جدا الحمد لله بشكل كويس قوي رقميا وعمليا وعلميا وكل حاجه عملناها يعني الحمد لله 4 مليون، لكن اللي جاي هيبقى اصعب، واللي جاي ده لازم تفكر فيه بشكل كويس، ولازم تكون متواضع بشكل كويس قوي 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 وكبير جدا، لان الكره زي الدنيا في لحظه بتديك وفي لحظه بتاخد منك، فلازم مهم جدا انها اللي هجيب جون اكتر واحد في ظهري العيش تروح حبيبي اول واحد على طول على طول في ظهري. توقعات اللي كهربا يجيب جون النهارده؟ هو طبعا يعني انا محتاجه يركز، لا محتاجه يركز اكتر اكتر من كده كمان، لان هو عنصر فعال جدا يعني مختلف، عنده حاجات مختلفة ممكن يضيفها لنا يعني، مهم قوي ان هو يركز. اللي جاي كله اللعيبة لازم تركز، عندنا مجموعة من البطولات والمنافسات والشراسة ما بين الفرق في المستويات سواء كان محليا او افريقيا في الفترة اللي جاية يعني. الحمد لله 4 مليون الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللعيبة النهاردة كانوا رجالة، وبارك لهم بقول لهم انت الف مبروك على المباراة. المباراة كانت صعبة واحنا عارفين انها كانت صعبة، ان الجيش عنده عناصر كويسة وعملوا مباراة كويسة جدا، وهم كان في المسابقة مطلعين فرق كبيرة زي بيراميدز وزي الزمالك، طبعا كان عاملين مشاكل كويسة، واحنا عارفين ان هم النهاردة بالنسبة لهم حلم كبير ان هم ياخدوا بطولة زي دي زينا بالظبط. بالنسبة لهم برضو خد التيشيرت بتاعك عشان ناوي ينفع كده ليه تيشيرت ليه تيشيرت بس الاول اول تيشيرت ايه عشان قال لك هتكسبوا النهارده ولا لا؟ عشان كنا بس مسافرين، كان بيلعب معايا لعبه كده كسب غلب الشناوي. انا برضو عايز اقول لعلي لطفي، هو برضو كان هو اللي بيقول لي على ضربات الجزاء، وقعد يشاور لي من بره على طول ببص له. طبعا بشكره طبعا وبشكر اللعيبه كلها، بقول اللعيبه بتاعه الجيش هارد لك، كان عامل ماتش كبير النهارده، والحمد لله على البطوله الثالثه في الموسم ده، وان شاء الله نفكر في البطوله اللي بعديها، بس عندنا دوري الاول نركز فيه، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. ومبروك للجمهور الاهلي، ومبروك للجهاز، ومبروك للاداره، ومبروك للعيبه دي كانوا رجاله النهارده. خلصت البطوله او سهلت البطوله للنادي الاهلي في اول ضربه ترجيحيه؟ الحمد لله ان شاء الله. اول حاجه مبروك على النادي الاهلي الكل، الثلاثيه اللي حققناها اثناء بعد تعب كبير من الناس الكل، الحمد لله بثلاثيه تخلينا نحضروا ان شاء الله الموسم القادم في اريحيه كبيره، ما زالوا عندنا زوز القاب في موسم 2020، ان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يحقق الخماسيه ان شاء الله، نخدم على ارواحنا، عندنا تو شويه وقت ان شاء الله باش نحضروا المقابلات القادمه. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك مجلس الاداره للجهاز الفني واللاعبين الكل على المجهود طول الموسم كامل، ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. لا والله كان جون جه من عند ربنا الحمد لله، بعد اجتهاد اللعيبه كلها، مش انا مش كهربا بس، اللعيبه كلها تعبت، وربنا اراد ان هو يكافئني ويكافئ اللعيبه كلها بالجون الحمد لله، بس يمكن حظنا ان احنا جه جون فينا في اخر دقيقه، وربنا كرم ضربات الجزاء يعني. حكيتوا فيها كهربا ورجلي فيها كهرباء، ضحكيت ورجلي فيها كهرباء حبيبي. مليون مبروك، الله يبارك فيك يا عم. الحمد لله رب العالمين، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي وللاعيبه ومجلس الاداره، لعيبه رجاله، والحمد لله ربنا كفينا في الاخر وكسبنا الحمد لله. الماتش كان صعب؟ انا طبعا فرقه الجيش فرقه كبيره وعناصر كويسه، والحمد لله ان احنا كسبنا في الاخر يعني. الحمد لله طبعا يعني البطوله غاليه طبعا، وثالث بطوله في الموسم، وان شاء الله نحقق الخماسيه ونرجع جيل زمان جيل 2005، والحمد لله يعني احنا كلنا يعني قريبين من بعض، وكلنا بنحب بعض، وكلنا تعبنا الفتره اللي فاتت، وكان احنا النهارده كنا يعني بعاد شويه عشان المجهود اللي عملناه الماتشات اللي فاتت، والنهارده عملنا مجهود كبير، فربنا في الاخر يعني الحمد لله بيكرمنا عشان احنا بنتعب يعني، فالحمد لله يعني. وخامس بطوله ليا في السنه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خامس بطوله في سنه ونص اهوت، فبتمنى ان شاء الله نحقق كل البطولات الفتره اللي جايه، ونخلي اسم الاهلي فوق تاني باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك. الحمد لله طبعا بحمد ربنا، التوفيق اولا من عند ربنا، فبحمد ربنا اولا والحمد لله. لا لا ما نقولش حاجه خلاص، لا الحمد لله دخلت يعني لقيت الموضوع رايح على التعادل ورايح على البلينات، فقلت دخلت جوه مسكت تليفوني، فكان في فيديوهات كنت انا منزلها من الفريق طالع الجيش والماتشات اللي فاتت، فالحمد لله يعني ربنا وفقنا، ومبروك طبعا لجميع النادي الاهلي، والحمد لله الموسم ده يعتبر من اجمل المواسم اللي انا قضيتها في النادي الاهلي، الحمد لله حققنا الثلاثيه، وان شاء الله هنفرح النهارده بكتير بكره، وان شاء الله نقفل خلاص موضوع الكاس ونبدا في كاس السوبر ان شاء الله،
حبيبك كهربا. عامل قلق في الاوضه. لا كهربا هو ملوش حل. فالحمد لله طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. طبعا طبعا الحمد لله الحمد لله ده فضل ونعم عند ربنا. ربنا كرمنا النهارده الحمد لله ودخلوا لي برده تعب معانا النهارده اهو قاعد عمال يحتفل يرقص ورا. لا والله الحمد لله تعبنا لعيبه رجاله وان انت تبقى خارج من ماتش زي ماتش الزمالك في ماتش الاتحاد في البطوشه دي وتلعب 120 دقيقه بنفس الروح دي وبنفس الاداء ده وتجيب وتضيع ويبقى عندك فرصه انت تكسب طبعا الحمد لله وتوفيق من عند ربنا. وبشكر طبعا اللعيبه رجاله والجهاز الفني احنا تعبنا قوي والله الحمد لله. الحمد لله لا طبعا زي ما تقول التوفيق وعدم في الحمد لله الواحد بيركز الحمد لله النهارده كسبنا الحمد لله بطوله برده بطوله الجهاز بطوله جبناها لجمهور النادي الاهلي الحمد لله واللعيبه كلها كانت رجاله وبشكر الجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره طبعا على طول في ظهرنا. التوفيق ده من عدم التوفيق ده طبعا الواحد بيعمل عليه والتوفيق بتاع ربنا بس الحمد لله الواحد بيجتهد ودايما دايس في التمرين وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. مبروك لجمهور النادي العظيم ومبروك للعيبه ومبروك للناس كلها. البطوله مهمه غايبه بقى لها سنتين ثلاثه طبعا مبسوطين جدا ان احنا خدنا البطوله دي طبعا ما تقلش بطوله عن اي بطوله ثانيه. انت بتحقق الثلاثيه النهارده فالحمد لله وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله الفتره اللي جايه. عاوزين بقى السوبر الافريقي وعاوزين السوبر المحلي. جمهور الاهلي عاوز كل البطولات ان شاء الله. احنا بناخد مرحله احنا النهارده خلصنا الكاس هنفرح النهارده بكره نبتدي نفكر بقى في البطولات اللي جايه ان شاء الله. يمكن السوبر ممكن يترحل شويه فاحنا نركز على ماتشات الدوري اللي هتتلعب في الفتره الاولانيه دي وان شاء الله باذن الله نقدر نحسم الدوري برده زي كل سنه بدري ان شاء الله. ببارك طبعا لمجلس الاداره وللاعيبه الرجاله والجمهور. الحمد لله ربنا كرمنا وكده معانا الثلاثيه الحمد لله. لسه بطولتين كمان باذن الله كده ربنا يكرمنا نقدر نجيبهم ونفرح بهم الجماهير باذن الله.